بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن 3 محاضرة من مادة البرمجة الهيكلية للأستاذ الدكتور علي الدسوقي، وهنتكلم فيها إن شاء الله عن الكلاسز والميثودز، وإزاي أقدر أعرف الكلاس وإزاي أقدر أعرف الميثود وأقدر أعمل لها كولينج داخل البرنامج بتاعي. أول حاجة خلينا بس ناخد كده، إحنا كنا بنكتب دايما الكود بتاعنا، كنا بنيجي نقول لك اكتبه دايما داخل دالة مين، داخل دالة المين، تعالى اكتبه داخل دالة المين على طول، ما تكتبش أي حاجة بره. طب تعال نفهم الكلام اللي مكتوب بره بقى، ده عباره عن ايه؟ تمام. اول حاجه هو يعني ايه نيم سبيس، او اول كلمه مكتوب عندي هنا النيم سبيس. يبقى النيم سبيس ده يا جماعه عباره عن مكتبه بكتب فيها الكود بتاعي بحيث ان انا اقدر احفظه واقدر استخدمه سواء في البرنامج ده او في اي برنامج هعمله بعد كده. يبقى النيم سبيس ده عباره عن مكتبه بقدر استخدمها في البرنامج بتاعي او في اي برنامج هقدر اكتبه بعد كده او هستخدمه بعد كده. طيب يبقى معنى كده نيم سبيس. طيب ايه المكان مكتوب فوق ده؟ ده هنا عباره عن ده نيم سبيس اسمه سيستم، جواه شويه كلاسات اقدر استخدمها هنا. يعني انا مستدعيه عندي هنا في البرنامج ده الكلاس او المكتبه اللي جواها الكلاس اللي اسمها كونسول. يعني انا لو مسحت النيم سبيس ده او النيم سبيس ده هيديني مين؟ يديني ايرور هنا. ليه؟ انت ما انتش مستدعي او انا مش قادر اتعرف على كلمه كونسول ديت عباره عن ايه. فانا بقول له والله هنا يوزنج سيستم عشان اقدر اقول له هنا اعمل لي كونكشن مع اللايبراري اللي اسمها مين؟ يوزنج سيستم. يبقى كده النيم سبيس عباره عن ايه؟ النيم سبيس عباره عن مكتبه بيتم فيها كتابه الكود بتاعي عشان اقدر استخدمه في البرنامج بتاعي ده او في اي برنامج تاني. طب ايه اللي ممكن اكتبه جوه النيم سبيس؟ النيم سبيس بيحتوي على مجموعه كلاسات، بس لا، بيحتوي على حاجات تانيه، بس احنا اللي يهمنا حاليا ان احنا نعرف ان النيم سبيس بتاعي عباره عن مجموعه من الكلاسات. يبقى النيم سبيس عباره عن مجموعه من الكلاسات. طيب ده بدايه النيم سبيس. يبقى ده هنا الستارت اوف او الستارت بتاع مين؟ النيم سبيس بتاعي. يبقى ده الستارت بتاع مين؟ النيم سبيس بتاعي. طب فين الاند بتاعته؟ اخر قوس عندي ده هنا الاند بتاع مين؟ النيم سبيس. طيب اي حاجه هنا يبقى ده الستارت وده الاند بتاع مين؟ النيم سبيس. يبقى انا اقدر اعرف الكلاسات داخل القوس ده لحد نهايه القوس ده. طيب بعرف كلاس ازاي؟ احنا هنا تلقائي اول ما عملت البرنامج نزل لي كلاس اسمها كلاس بروجرام متعرف فيها ميثود اسمها النيم المين. طيب انا لو عايز اعرف كلاس جديده، بعرفها فين؟ بره الكلاس، بطلع الكوس او هنا ده الستارت بتاع الكلاس اللي اسمها بروجرام، ستارت بتاعت البروجرام. تمام. وادي هنا الكوس ده بتاع مين؟ الاند بتاعت الكلاس اللي اسمها مين؟ اللي اسمها بروجرام. طيب انا لو عايز اعرف كلاس، تفرق معايا لو انا عرفتها فوق كلاس بروجرام او تحت كلاس بروجرام؟ يعني انا لو سيد عسي عرفتها هنا تفرق معايا او جيت عرفتها هنا تفرق معايا؟ خالص المكان ما بيفرقش معايا، المهم ان انا بعرفها جوه النيم سبيس. يعني ايه جوه النيم سبيس؟ مش احنا اتفقنا ان انا عندي هنا ده هنا النهايه بتاعتي وده البدايه بتاعتي؟ يعني انا ما ينفعش اجي هنا اعرف له هنا كلاس، ما اقدرش اجي اقول له هنا كلاس. ليه؟ لان هنا الكلاس بتاعتي لازم اعرفها جوه مين؟ جوه النيم سبيس. الكلاس بتاعتي لازم اعرفها جوه مين؟ جوه النيم سبيس، جوه النيم سبيس بتاعي. طب اعرف كلاس ازاي؟ هاجي هنا بقول له بقى تعريف كلاس، باجي اقول له هنا كلمه كلاس وبعد كده بديله اسم الكلاس بتاعتي. طب هي الكلاس عباره عن ايه؟ الكلاس ديت بسميها الكاتيجوريز بتاعتي، او هي الـ 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 الحاجه اللي بتعبر عن الكود اللي انا هكتبه جواها. ناخد مثال، لو انا مثلا دلوقتي هعمل كلاس عمليات حسابيه هسميها مثلا كالكوليت، يبقى هنا كالكوليت ديت عباره عن اسم الفئه بتاعتي او اسم الكلاس بتاعي، بحيث ان انا لما اجي استخدم داله الصم، داله اللي هي العمليه بتاعت الصم او الجمع او الطرح او الاسم او الضرب او الجذر، كل ده بيتجمع في مكان واحد انا بسميه مين؟ الكلاس اللي هي اسمها كالكوليت. طيب يبقى بعرف له كلاس ازاي؟ باجي اقول له كلمه كلاس وبعد كده بديله اسمها، بقول له مثلا كار وبعد كده بفتح اقواس المجموعه وبقفلها. يبقى ده هنا الستارت بتاع الكار، ده الستارت بتاع الكلاس اللي اسمها كار. تمام. وده مين؟ وده الاند بتاع الكلاس اللي اسمها مين؟ ولحد هنا ده هنا الاند بتاع مين؟ بتاع الكلاس اللي اسمها كار. طيب وعندي كلاس ثانيه اسمها بروجرام، كل ده داخل مين؟ داخل النيم سبيس. طيب هنا يبقى انا بعرف كلاس ازاي؟ باجي اقول له كلمه كلاس وبعد كده بدي له اسم الكلاس. وناخد بالنا من الحاجه، انا ما عنديش هنا قوسين،
انا ما عنديش هنا قوسين، الاقواس هنا ما بتتكتبش، الكلاس عندي بتتعرف كده، ما بعرفش ما بحطش فيها القوسين بتوعي دول. القوسين اللي انا بتعامل معاهم في الكلاس اللي هي الاقواس المجموعه دي، بتعبر لي عن البدايه والنهايه. طيب خلينا نشتغل داخل كلاس اللي هي البروجرام اللي انا عندي كلاس المين. طيب يبقى هنا اتفقنا ان انا بعرف كلاس داخل النيم سبيس وبعرفها عن طريق كلمه كلاس، وبعد كده بديله اسمها وبفتح له الاقواس المجموعه اللي هي بتمثل لي البدايه والنهايه. طيب لو انا دلوقتي احنا اتفقنا ان النيم سبيس عباره عندي عن مجموعه من الكلاسات، طب اقدر اعرف كام كلاس داخل النيم سبيس؟ عدد لا نهائي من الكلاسات. عرف براحتك داخل النيم سبيس الكلاسات اللي انت عايزها، تمام. طيب داخل الكلاس الواحده، داخل الكلاس انا جوه الكلاس اللي اسمها بروجرام اهي، اقدر اعرف ايه؟ اقدر اعرف حاجه اسمها متغيرات او الفيلدز بتاعتي. اقدر اعرف، اجي اقول له هنا انت اكس او فلوت واي او string name، string name. يبقى انا كده اول حاجه اقدر استخدمها او اقدر اعرفها داخل الكلاس بتاعتي، داخل الكلاس بتاعتي اقدر اعرف متغيرات. اقدر اعرف مين؟ متغيرات. وهنعرف كمان شويه ايه الفرق ان انا بعرف المتغيرات هنا داخل الكلاس، وايه الفرق ان انا بعرفها هنا داخل مين؟ داخل الميثود. ايه الفرق من ان انا اعرف هنا انت هنا او المتغير هنا، وايه الفرق ان انا اعرفه هنا؟ طيب خلينا نشوف السيب ده شويه وبعد كده هنرجع له. يبقى انا اول حاجه عرفناها ان احنا هنا اول حاجه ممكن اعرفها داخل الكلاس ان انا ممكن اعرف الفيلدز بتاعتي او الفاريبلز بتاعتي. طيب تاني حاجه ممكن اعرفها ان انا ممكن اعرف الميثودز بتاعتي. ممكن اعرف مين؟ الميثودز بتاعتي. طب اعرف الميثودز بتاعتي ازاي؟ اول حاجه هي الميثود عباره عن ايه؟ اول حاجه لازم اعرفها هي الميثود بتاعتي عباره عن ايه؟ الميثود بتاعتي ده عباره عن كود، عباره عن كود بحفظه في مكان معين عشان وقت لما احب انفذ الكود ده استدعيه. يعني ايه؟ هنفترض مثلا ان انا عندي دلوقتي 1000 سطر كود، انا عندي دلوقتي 1000 سطر كود، ال 1000 سطر كود ده انا هنفذه 3 4 مرات في البرنامج بتاعي. هستخدمه مره مثلا هنا، ومره كمان شويه هستخدمه هنا ال 1000 كود ال 1000 سطر كود بتاعي، وكمان شويه هستخدمه هنا. يبقى انا استخدمت مين؟ انا استخدمته 3 مرات، مره هنا الاكواد بتاعتي، ومره هنا، ومره هنا، صح كده؟ طيب هل من المنطقي ان انا نفس الكود بتاعي اللي بيقوم بنفس الوظيفه، اللي بيقوم بنفس الوظيفه، هستخدمه مره هنا ومره هنا ومره هنا، هقعد اكرر الكود بتاعي في البرنامج؟ قال لك لا، ده مش منطقي. المنطقي اللي هو انا ايه؟ انا هكتبه مره واحده. هكتبه مين؟ هكتبه مره واحده، اهو خلاص كتبناه مره واحده، تمام؟ واديله اسم. واديله مين؟ واديله اسم. ووقت ما تحب تنفذ الكود ده نادي عليه باسمه، سواء بقى استدعيته مره، اتنين، تلاته، عشره، مليون، الف، الف مليون، اللي انت عايزه، تمام؟ تمام؟ يبقى هنا يبقى الميثودز بتاعتي ده عباره عن كود بكتبه في مكان وبديله اسم عشان منعا لتكرار الكود، منعا لمين؟ لتكرار الكود، بدل هيقوم بنفس الوظيفه يبقى مش هكرر الكود تاني، تمام؟ طيب بعرف الميثودز ازاي؟ يبقى احنا كده عرفنا وظيفه الميثودز اللي هي عباره عن كود بحفظه في مكان وبديله اسم وبنادي عليه وقت مين؟ وقت الحاجه بتاعته او وقت الحاجه اللي انا عايزها انفذها فيه. طب انا بعرف الميثودز ازاي او ايه انواع الميثودز؟ الاول انا عندي نوعين من الميثودز. طيب اوف ميثود، عندي نوعين من الميثود. اول نوع من الميثود بسميها الفويد او اللي هي ما بترجعش بحاجه، نوت ريتيرن. يعني ايه ما بترجعش بحاجه؟ هنعرف دلوقتي. تاني نوع عندي بسميه الريتيرن، ريتيرن. طيب ليه الداله اللي بترجع؟ يبقى انا عندي داله بترجع او ميثود بترجع وميثود مين؟ ما بترجعش. الميثود اللي ما بترجعش دي بسميها فويد، الميثود اللي ما بترجعش دي بسميها مين؟ بسميها فويد. طيب الميثود اللي بترجع وهنعرف الفرق بين الاثنين دلوقتي. طيب يبقى انا هنا عشان اعرف ميثود بقول له كلمه مين؟ اول حاجه بقول له كلمه ستاتيك. يعني ايه ستاتيك؟ هنعرفها كمان شويه. طيب احنا بنتكلم هنا يبقى كلمه ستاتيك، وبعد كده بقول هل الميثود دي بترجع بحاجه؟ احنا عايزين يعني ايه بترجع بحاجه بقى؟ يعني انا دلوقتي هعمل ميثود هسميها مثلا برنت. برنت دي وظيفتها ان هي بتطبع لي على الشاشه كلمه هاي. وظيفتها هل مثلا بقى انا هطبع على الشاشه كلمه هاي، هل انا منتظر منها انها ترجع لي بحاجه؟ يعني ايه ترجع لي بحاجه؟ المكان اللي انا هناديه فيه، المكان اللي انا هناديه فيه. انت الميثود ديت بتطبع، يبقى هي هتطبع وشغلها هيخلص، ما انتش محتاج منها حاجه. طب لو انت دلوقتي عايز تعمل ميثود بتجمع رقمين،
هتبعت لها الرقمين، مش المفروض ان هي ترد عليك بمجموع الرقمين دول؟ ده الفرق، ان هي بترجع بحاجه خلاص انا طبعت وخلصت الكود بتاعي ما انتش محتاج منها حاجه، او ان انا دلت الصم، او هنا اهو عملت له واحده اسمها صم، المفروض ان هي هتجمع رقمين وترجع لي ترد عليا بمين، بالناتج بتاع المجموع ده. طيب يبقى انا عايزين ناخد مثال الاول على بتاع دالة مين، دالة void. يبقى انا اول حاجه هقول له كلمه static وهنعرف يعني ايه static كمان شويه، وبعد كده بقول له void. void هنا يبقى معناها ان هي مش هترجع بحاجه، وبدي له الاسم هقول له print، وبدي له مين، وبدي له الاسم. ده هنا الشكل بتاعي او اول شكل عندي في الميثود في الفويد. طيب هنا ناخد بالنا ان في هنا اقواس، يبقى انا عندي في الكلاس مفيش فوق اقواس اللي هم القوسين دول، انما في الميثود بكتبه. طب هل انا بكتب حاجه جوه الاقواس هنا؟ اه ساعات بنكتب وساعات ما بنكتبش، وهنعرف امتى بنكتب وامتى ما بنكتبش. يبقى هنا عندي اول حاجه في الميثودز اللي هي الميثودز الفويد، بقول له كلمه ستاتيك، ستاتيك فويد، تمام. وبعد كده بديله مين، اسم الداله بتاعتي، وبعد كده بديله مين، اسم الداله بتاعتي اللي هي مين حاليا، برنت، وبفتح الاقواس المجموعه وبتاعي. يبقى ده هنا الستارت بتاع الميثود اللي اسمها برنت، وده مين، وده الاند، وده الاند بتاع الميثود اللي اسمها مين، اللي اسمها برنت. طيب هنا بقى اللي هنا الاثنين داخل مين، داخل كلاس بتوع، داخل الكلاس اللي اسمه مين، اللي اسمه بروجرام، داخل كلاس اللي اسمه بروجرام. طيب ميثود البرنت ديت مجرد ان هي عايز اقول له والله انت هتطبع لي على الشاشه كلمه اهو برنت فروم ميثود برنت. يبقى هنا انا طبعت كلمه او هنا اهو هاي، هاي فروم ميثود مين، ميثود برنت. انا هنا داخل الميثود برنت ديت انا عايزه بس مجرد ان هو هيطبع لي مين، هيطبع لي كلمه هاي فروم مين، فروم ميثود برنت، تمام، هاي فروم ميثود برنت. طب هل معنى كده ان انا لو شلت الكود ده، هل معنى كده ان انا لو شغلت البرنامج هيطبع لي حاجه على الشاشه؟ تعال نشوف كده، انا عملت رن للبرنامج مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه ليه؟ ما المستدعي هو اهو في جمله هنا اهو اسمها برنت تطبع لي على الشاشه كلمه هاي فروم برنت او هاي فروم ميثود برنت. قال لي اه، قال لي اه، لا انا اي حاجه عندي على الداخل او خارج، انا عندي اي حاجه خارج الكلاس اللي اسمها المين ولا كانها موجوده. طب يعني ايه؟ طب انا دلوقتي كاتب ميثود، كاتب ميثود مش هقدر استخدمها او ما استخدمتهاش او ما اتنفذتش، اعرف استخدمها ازاي؟ قال لك اه، انت عشان تستخدم البرنت ديت لازم تستدعيها داخل مين؟ داخل الكلاس، داخل الميثود اللي اسمها مين. واحنا عارفين ان المين ديت عباره عن ميثود، فايدتها ان هي عباره عن البوينتر بتاعي او المؤشر بتاعي اللي اول ما البرنامج بيحصل له ستارت بيخش فيه. يعني انا اول ما بنفذ البرنامج هو بيخش تلقائي داله المين. طب اي حاجه بره المين؟ قال لك ماليش دعوه بيها الا لو انت عملت لها كولينج داخل مين؟ داخل داله المين. طيب انا دلوقتي عايز استدعي داله البرنت ديت داخل المين، هستدعيها ازاي؟ قال لك والله شوف هنا الميثود معايا، هل الميثود اللي اسمها المين داخل او الميثود اللي اسمها برنت داخل نفس الكلاس؟ يعني ايه داخل نفس الكلاس؟ يعني الاثنين يعني البيرنت بتاعهم او الاب بتاعهم نفس الكلاس؟ قال لي اه احنا حاليا اه الاثنين في نفس الكلاس. طب استدعيها ازاي؟ قال لك هتيجي هنا والله داخل داله المين بدل الاثنين تحت نفس الكلاس، قول له مين؟ قول له برنت، وافتح له كوس واقفله. يبقى انا كده خلاص شكرا. يبقى ايا كان الكود اللي انا كاتبه، ايا كان الكود اللي انا كاتبه في داله البرنت، ايا كان الكود اللي انا داله في داله، كاتبه في داله البرنت، سواء بقى سطر 2 3 1000 مليون مش هيفرق معايا في حاجه، تمام. يبقى هنا مجرد ان انا استدعيتها ازاي، قلت له اسمها، سواء بقى مكتوب سطر هينفذه، مكتوب اتنين هينفذهم، مكتوب مليون سطر هينفذهم. طيب استدعيتها مره هنا، طب جيت بقى كمان شويه اهو قلت له برنت، هيقول لي لا لا مفيش مشكله. يبقى انا استدعيتها مره فوق ومره تحت وكمان اهو، يبقى هنا اهو قلت له برنت. يبقى انا كده عملت ايه؟ اختصرت الكود بتاعي، بدل ما كل شويه كنت كتبته مره هنا ومره هنا ومره هنا، قال لك لا ده عباره عن كود حفظته في مكان واديته اسم اهو برنت، تمام. مجرد ان انا عايزه في اي وقت استدعي له مين، ناديله عليه بالاسم ده. طب انادى عليه ازاي؟ والله الاثنين، هل الاثنين ميثودز، الاثنين ميثود اللي انا هستدعيها دي، يعني الداله اللي انا هنادى عليها اللي اسمها برنت، والداله اللي انا هنادي فيها اللي اسمها المين، الاثنين تحت نفس الكلاس؟ قال لك اه. ساعتها هنعمل ايه؟ هنعمل ننده عليها باسمها على طول، نقول له برنت. طب تعالى ننفذ كده، قال لك مين؟ قال لك هاي فروم ميثود مين، ميثود برنت. طب كلمه ميثود غلط، هاي فروم ميثود مين، ميثود برنت، تمام كده. يبقى احنا عرفنا اول داله. طيب بمعنى كده ان انا خلاص انا قلت له هنا، هل البرنت ديت انا محتاج منها حاجه تاني؟
قال لك لا، يبقى دي كلمه مين؟ فويد. ان انا بقول لك مجرد ان انت هتخشي تنفذي الكود اللي فيكي وشكرا، مش عايز منك حاجه تاني. طيب ده النوع الاول من داله برنت، ده النوع الاول من داله مين، من النوع الاول من مين، من انواع الميثود اللي هي مين برنت. طب ناخد النوع الثاني اللي هو الريتيرن تايب. لو هناخد مثلا ستاتيك، تعال نعمل داله بتجمع رقمين ستاتيك، هنا اهو اسمها صم. صم ديت المفروض ان هي هتجمع لي رقمين، صح؟ صم ديت المفروض ان هي مين؟ هتجمع لي رقمين. طيب يبقى مجمع لي رقمين، مش انا محتاج ناتج الجمع ده؟ قال لك اه، ناتج الجمع ده افرض مثلا ان انا هرجع بفلوت، انا هتبعت لك رقمين وهترد عليا بفلوت، يعني اما تجمع لي الرقمين بفلوت او بانت او سترينج على حسب النوع اللي انا عايزه. تمام. بص هنا، لما كنت هنا كتبت فلوت عمل لي هنا ايرور على طول على مين؟ على الصم. ليه؟ بدل الداله ريتيرن تايب، يبقى انا لازم في اخر الداله اللي هو في كلمه ريتيرن، ولازم الريتيرن ده يكون بنفس النوع اللي انا معرفه فوق، لازم يكون من نفس النوع اللي انا معرفه مين؟ معرفه فوق. انا هقول له والله انا اهو ريتيرن بمين؟ بكلمه بمين؟ بخمسه ونص زائد ست. تمام؟ ريتيرن بخمسه ونص زائد مين؟ زائد ست. ده من النوع فلوت، ده منين؟ من النوع فلوت. تمام؟ يبقى ريتيرن مجرد انا بقول له هنا ايه؟ هتجمع لي طبعا هنا انا مثبت له الرقمين، وهنعرف ازاي دلوقتي اللي ممكن ابعت له رقمين ازاي. انا دلوقتي بقول له والله انت هترجع لي بخمسه ومين؟ بتجمع لي بمجموع الاثنين دول. طيب انا لو جيت هنا استدعيت صم، اهو استدعيت صم، هستدعي صم ازاي؟ في الاثنين تحت نفس الكلاس؟ اه، قال لك استدعي صم، شكرا. هل معنى كده ان هو هيطبع لي، هل هو معنى كده ان هو هيطبع لي المجموع اللي هو 11 ونص؟ تعال نشوف. هنا اهو طبع لي مين؟ هاي فروم ميثود برنت، ده نفذ لي الميثود الاولى. معنى كده ان هو ما نفذش الميثود الثانيه؟ لا نفذها، بدليل تعال نعمل هنا بريك بوينت ونعمل ستارت، اهو طبع لي على الشاشه، اهو هو نفذ لي الميثود الاولى وطبع لي على الشاشه من كلمه مين؟ هاي فروم ميثود برنت. طب نكمل كده، نزل على السطر اللي بعده، نزل اهو على السطر اللي بعده، قال لك انت بتستدعي صم، راح نادى على مين؟ اف 11. راح نادى على مين؟ راح نادى على صم، اهو صم. راح نادى على مين؟ هو داخل دلوقتي على صم، راح نادى على صم، قال لك والله انت بتعمل ريتيرن لمين؟ اهو اهو بص كده لخمسه زائد مين؟ زائد ست. يعني انت لو جيت هنا عملت ريتيرن المفروض ان هو يرجع لك بكام؟ المفروض ان هو يرجع لك بكام؟ المفروض هيرجع لك ب 11 ونص. طب معنى كده ان هو رجع لي هنا ب 11 ونص؟ بصوا كده اهو، هو قال لي هنا اهو كونسول ابلكيشن بروجرام اهو ريتيرند بكام؟ ب 11 ونص. بس في حاجه بقى، هو رجع ب 11 ونص، بس هل انا استقبلت ال 11 ونص ديت في حاجه؟ قال لك لا، بدل هنا الداله ريتيرن تايب، يبقى المفروض ان هو مش ده هنا انا بنادي عليها هنا بحاجه، بنادي عليها هنا في المين؟ قال لك اه، يبقى هنا لازم استقبلها في حاجه. اقول من هنا فلوت مثلا ايه بتساوي الحاجه اللي راجعه لك من دي، تمام؟ وبعد كده اقول والله لو جيت طبعت له هنا الايه وقلت له اطبع لي القيمه بتاعت الايه، في ساعتها هيطبع لي كام؟ هيطبع لي هاي فروم ميثود برنت، خلاص كده شكرا ما عادش محتاج منها حاجه. وهنا طبع لي كام؟ 11 ونص. طب 11 ونص دي جايه لي منين؟ جايه لي من الريتيرن بتاع الصم اللي انا استقبلته في فلوت، صح؟ طيب امتى استقبله؟ هل ممكن اجي اقول له هنا برنت على طول؟ هل ممكن اجي هنا اقول له برنت على طول لمين؟ للصم؟ قال لك اه ممكن عادي، بس امتى استخدم له دي وامتى استخدم له ديت؟ لو انا هنا اهو هيطلع لي نفس الحكايه اللي هي 11 ونص. طب امتى استخدمه دي وامتى استخدمه دي؟ والله لو انت عايز مجرد ان انت هتطبع الناتج على طول، انت هتاخد هتستدعي صم تطبع الناتج على طول، في ساعتها ممكن تطبعها. طب افرض مثلا دلوقتي انا محتاج هنادي على العمليه بتاعه الصم دي تعمل لي اوبريشن معينه، تعمل لي عمليه معينه وترجع لي بالناتج اللي هو ال 11 ونص، وهاخد ال 11 ونص ديت هضربها مثلا في 2. نرجع للوضع اللي كان الاولاني، انا معرف هنا صم هنا، هاخد الاي ديت، هاخد الاي ده اهي وهضربها في 2، تمام؟ تمام؟ وبعد كده اخزنها في الاي تاني. طيب وبعدين هاجي كمان شويه اقول له الاي على 4، تمام؟ وبعد كده هطبع له الاي. كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت ايه؟ انا قلت له والله انت تاخد الناتج بتاع الجمع ده هتستقبله في ايه؟ وبعد كده هعمل عليه عليه شويه عمليات. يبقى انا لو انا هنا مش عايز اعمل عليه عمليات ممكن اطبعه على طول. طب افرض انا دلوقتي انا الناتج اللي هيرجع لي هعمل عليه شويه اوبريشن عشان اقدر، او هعمل عليه شويه اوبريشن ثانيه وبعد كده هطبعه، فساعتها لازم استقبله في نفس في المخزن، والمخزن ده اهو نفس المخزن اللي انت عامل له ريتيرن من هناك، نفس المخزن او نفس القيمه او نفس الداتا تايب اللي هو بيرجع بيها من هناك. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه فويد ويعني ايه ريتيرن تايب.
فويد اللي هي مجرد بس ان هي بتنفذ الكود بتاعها وما عادش محتاج منها حاجه. طب الريتيرن، طيب لا هي نفذت الكود بتاعها ايا كان الكود اللي مكتوب هنا، ايا كان الكود اللي مكتوب هنا تمام. وبعدين اعمل لي ريتيرن بالناتج. طب الناتج ده انت فوق هتطبعه ولا هتستقبله في مخزن على حسب ما انت عايز تمام. يبقى ده كده كان النوعين بتوعي اللي هم بتوع مين، بتوع الميثود. طيب فاضل حاجه، افرض الميثود هنا صم ديت انا مش عايز اثبت لها هنا حاجه، مش عايز هنا اعمل لها حاجه. بمعنى ايه مش عايز اعمل لها حاجه؟ هنا انا عايز دلوقتي والله انا هقول لك انا هبعت لك رقمين تجمعهم ايا كان الرقمين اللي انا هبعتهم لك. بمعنى ايه؟ يعني انا هنا مره هنادي عليك صم هنا هنادي عليك، المفروض ان انا عايز ابعت لك رقمين، عايز اقرا من اهو هعرف له انت، حاجه اعرف له ان اهو انت سي او انت نمبر 1 ونمبر 2، او خلينا فلوت عشان يبقى نفس الحكايه ده. ما عرفت الرقم الاول والرقم الثاني، انا جيت هنا قلت له والله المستخدم انتر نمبر 1، دخل لي الرقم الاول واستقبلته في مين؟ في نمبر 1. اديله بس هنا قيمه ابتدائيه انون فلوت انون، ما احنا كاتبينها فولس، فلوت انون ومين او نمبر 1 ومين ونمبر 2 تمام. حاجه اقول له هنا مين دخل الرقم الاول واستقبلته في مين، في الرقم الاول، يساوي فلوت دوت بارس القيمة اللي أنا هستقبلها منين؟ من المستخدم بتاعي. console.readline ونفس الحكاية هعملها في مين؟ في الرقم التاني، في هنا قوس، هو ده هنا دخل لي الرقم التاني واستقبله لي في مين؟ في ان2. يبقى أنا كده معايا رقمين. أنا دلوقتي عايز أبعت الرقمين اللي أنا استقبلتهم من المستخدم ده، عايز ابعت الرقمين اللي انا استقبلتهم من المستخدم، هقول له ابعتهم لي لصم وارجع لي بالمجموع. هعملها ازاي؟ قال لك ينفع دلوقتي تبعت له هنا نمبر 1 ونمبر 2؟ قال لك لا. ليه؟ لان الميثود اساسا تحت قال لك هنا بص اقرا الايرور ايه؟ اقرا هنا، عود نفسك يا جماعه تقرا الايرور، شوف الايرور طالع لك ايه؟ يقول لك هنا عندي هنا حاجه اسمها نو اوفرلود فور ميثود سم تيك او تيكس تو ارجومنت. ارجومنت يعني ايه؟ انا ما عنديش ميثود اسمها صم بتاخد مني 2 بارامتر، بتاخد مني مين؟ 2 بارامتر. طب انا دلوقتي عايز اعمل صم بتاخد مني 2 بارامتر. طب ثواني، مش احنا اتفقنا انا بعرف هنا ستاتيك واقول له النوع الريتيرن طيب وبعد كده بدي له اسمها؟ هاجي هنا بقى، هل الميثود دي بتستقبل مني حاجه؟ يعني معنى كده ان هي تستقبل مني حاجه ايه؟ هل هي عايزه مني قيم عشان تبدا الشغل بتاعها؟ قال لك اه، انا عايز بستقبل منك اول حاجه فلوت A1 وفلوت وفلوت مين بي، او فلوت ايه وفلوت بي، ايا كان الاسامي المتغيرات. طيب حاجه تانية، هل معنى هل الاسامي لازم تكون هنا نفس الاسامي اللي فوق؟ يعني لازم هنا الاسامي هنا A و B لازم تكون نفس الاسامي N1 و B1؟ قال لك لا. ليه؟ لان ده هي اساسا او المتغيرات اللي موجوده في الميثود بتاعت المين تمام، ما هياش شايفه او ما هياش متعرفه على الميثود دي، يعني ديت متغيرات ودي متغيرات تمام. طيب ساعتها اقدر اقول له ايه بقى؟ اجمع لي الاي زائد البي تمام، اجمع لي الاي زائد البي وحطه لي في مثلا في فلوت، وحطه لي مثلا في فلوت مين؟ في فلوت زد. ساعتها هعمل لي ريتيرن بمين؟ بالزد. يبقى انا كده ما ثبتتش حاجه. انا بقول لك والله انت هتستقبل لي مني رقمين اي وبي، استقبل مني الرقمين واجمعهم وحطهم في زد واعمل لي بهم ريتيرن. طب ساعتها اقدر فوق، اقدر فوق استدعيها زي ما كنت مستدعيها المره الاولى اللي هي بالمنظر ده؟ قال لك لا. ليه؟ نفس الايرور برضه، انا ما عنديش ميثود ما بتاخدش بارامتر، انا الميثود اللي عندي بيقرا كده بتاخد مني فلوت وفلوت، تاخد مني رقمين. فساعتها اقدر ابعت له الرقم الاول والرقم مين؟ الثاني، وهيجمعهم ويخزنهم في مين؟ ويخزنهم في ايه؟ ويجمع لهم العمليات الحسابيه ديت. طب خلينا ما نجريش عليهم العمليات الحسابيه الاول، نطبع ايه على طول؟ نعمل رن كده. قال لك استقبل الرقم الاول، دخلت له 10، دخل لي الرقم الثاني دخلت له 50، المفروض كده المفروض ان هو هياخد هيروح ينادي على صم ويبعت له 10 يحطها في الاي، ويبعت له ال 50 يحطها في البي، ويجمعهم يبقى 50 زائد 10 يقول له 60 ويحطها في الزد ويعمل بها ريتيرن.
يرمي البها ريتيرن ويخزنها في مين؟ ويخزنها في الاي. وبعد كده يطبع الايه، يروح جاي طابع لي كام، يقول لك والله انت عندك الناتج هنا كام، عندك الناتج 60. طيب لو رنيت البرنامج تاني وبعت له 50 وبعت له 70، كده المفروض ان هو هيرد عليا يقول لي كام، 120. يبقى معنى كده ان انا ما ثبتتلوش الارقام بتاعتي، بقت متغيره. متغيره على حسب ايه؟ على حسب المستخدم ما بيبعتها. تمام. يبقى هنا شكل الميثود بتاعتي يبقى ريتيرن تايب عامل ازاي. يبقى هنا اقدر اقول له هنا نوع البيانات اللي انا عايز ارجع بيها، وفي جوه الاقواس بكتب له البارامتر على حسب عدد البارامتر بتاعتي اللي انا عايز، عايز ابعت له واحد، عايز ابعت له اتنين، على حسب الاداه او الميثود هتشتغل تعمل ايه. تمام. طيب ده كده لو انا هنا عندي النوعين بتوع الميثود، سواء void او مين او print او return type. طيب ده لو كانت الميثود متعرفه عندي في نفس الكلاس، ده لو كانت الميثود او طريقه استدعاء الميثود لو متعرفه عندي في مين، في نفس الكلاس. طيب افرض دلوقتي الكلاس احنا معرفينها، انا عايز اعمل كلاس تانية هنا اهو، هطلع بره خالص اهو، عندي كلاس تانية اهي هسميها مثلا كالك اهو، كلاس كالكوليت او كالك. الكلاس الكالك ديت انا عايز اعمل فيها اربع ميثودز، عايز اعمل فيها كام ميثود؟ عايز اعمل فيها اربع ميثود، واحدة للصم، واحدة للجمع، واحدة للطرح، واحدة للقسمة، واحدة للضرب. هعملها ازاي؟ انا عملت كلاس اهو، طلعت بره الاند الكلاس بتاعت البروجرام، الاند بتاعت الكلاس بتاعت البروجرام، تمام، وقلت له هنا اهو كلاس، واديته اسم الكلاس. تعالى بقى جوه الكلاس دي احنا اتفقنا ان ممكن اعرف متغيرات، ممكن اعرف ميثودز. طب الميثودز بتاعتك دي هتعملها ازاي؟ قال لك والله الميثودز هتعملها ريتيرن ولا مش ريتيرن. اول حاجه بسال نفسي انا هرجع بقيمه ولا مش هرجع بقيمه؟ لا ده انا هجمع وهطرح وهقسم وهضرب، يبقى انا هرجع بقيم، يبقى القيم اضمن ان انا هرجع بمين؟ بفلوت. هقول له مين؟ فلوت، وادي له اسمها صم. لاحظ ان احنا ما كتبناش هنا ستاتيك، لاحظ هنا ان احنا ما كتبناش ستاتيك، وهنعرف ليه دلوقتي. صم، وقلت له هنا فلوت ايه وفلوت مين؟ وفلوت البي، صح؟ قلت له والله اهو انت في الميثود ده هي مجرد انها هتعمل ريتيرن بالاي زائد البي، صح؟ وادي الميثود الثانيه، قلت له عندك ميثود ثانيه ثالثه رابعه، عندك اربعه ميثود. قلت لك هنا اسمها صب سبستيوشن، قلت لك هنا انت هتعمل مين؟ الطرح، وهنا مال، وهنا هتضرب، وهنا دب، وهنا مين؟ هتقسم الاي على البي وتعمل لي بيهم ريتيرن. يبقى انا كده عملت مين؟ عملت كلاس اسمها كالكوليت او كالك، فيها كام ميثود؟ فيها اربع ميثود، اول ميثود بتعمل جمع، ثاني ميثود بتعمل طرح، ضرب، ومين؟ واسم. طيب احنا لما كنا هنا عاملين الميثود داخل نفس الكلاس اللي تبع داله المين، كنا بنيجي نقول على اسمها على طول. طيب الطريقه الثانيه دلوقتي انا خلاص، خلينا نوقف هنا الميثود ديت، نمسحها ولكنها موجوده، تمام، ونمسح الكود بتاعها اللي هو فوق ده. طيب انا دلوقتي عايز استدعي الصم اللي تبع كلاس مين؟ تبع كلاس كالك. عايز استدعي الصم اللي تبع كلاس مين؟ تبع كلاس كالك. اسال نفسي هل الصم اللي انا عايز استدعيها دي، فين الصم؟ اهي. هل الصم دي تبع كلاس ايه؟ قال لك والله انت تبع كلاس كالك. طيب انت هتستدعيها في داله مين او في ميثود مين؟ في المين. طب المين دي تبع داله ايه او تبع كلاس ايه؟ تبع كلاس بروجرام. يعني دي في كلاس ودي في كلاس، استدعيها ازاي؟ قال لك لا ثواني بقى، انت عشان تستدعي ميثود في ميثود تانية الاثنين ما هماش في نفس الكلاس، لازم تاخد تعمل حاجه اسمها اوبجكت، لازم تعمل حاجه اسمها مين؟ اوبجكت. اوبجكت يعني ايه؟ تاخد متغير من نوع الكلاس، بمعنى مش انت كنت بتيجي هنا تقول له انت اكس او فلوت واي او سترينج نيم والكلام ده، ده معناه ان انت بتعمل ايه؟ بتاخد متغير من نوع مين؟ من النوع ايه؟ انت بتاخد متغير من النوع فلوت. طب انا دلوقتي عايز اخد متغير من النوع كالكوليت، ينفع؟ قال لك اه. اعمل ازاي؟ اهو كالك، احنا كتبناها ازاي تحت؟ كالك، واديله اي متغير سي مثلا بتساوي نيو واسم الكالك تاني، وافتح قوس واقفله، تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا خدت متغير من النوع كالك، سميته مين؟ سميته سي. تعالى دلوقتي قول له السي دوت يظهر لك مين؟ هعرف له هنا ستاتيك، نسينا ستاتيك تكتبها تحت هنا، ستاتيك او بابليك. ناخد بالنا من حاجه يا جماعه، لما انا جيت هنا عرفت له الميثودز بتاعتي وجيت خدت المتغير فوق من النوع كالك اللي هو سميته سي، وجيت قلت له والله السي هنا، السي هنا دوت،
كان المفروض يظهر لي، وكان المفروض يظهر لي الحاجات اللي جوه داله السي، اللي هي جوه الكلاس اللي اسمها السي، اللي هي مين، سم ديف مال سبستيوشن والكلام ده. طب ليه ما ظهرتش؟ قال لك اه ليه ما ظهرتش، كان المفروض هنا لما اعمل سي يظهر لي مين، يظهر لي بقى الحاجات اللي انا اعملها. طب ليه ما ظهرتش؟ قال لك اه دي حاجه يا جماعه اسمها برايفت وحاجه اسمها بابليك. يعني ايه برايفت ويعني ايه بابليك؟ انا هنا لما جيت عرفت الميثود، لما جيت عرفت الميثود داخل الكلاس بتاعي، هم تلقائي هنا بدل انت ما كتبتش جنبهم حاجه، بدل ان هي ما كتبتش جنبهم حاجه، يبقى دول كده برايفت. يعني ايه برايفت؟ يبقى دول كده بسميهم برايفت او ميثود برايفت. يعني ايه برايفت؟ اي حد يقدر يتعامل مع الميثود، مع الميثودز دي كلها، بس لازم يكون داخل مين، داخل نفس الكلاس، يكون داخل مين، نفس الكلاس. طب انا دلوقتي مش داخل نفس الكلاس، احنا بسرعيها داخل كلاس تانية. قال لك اه عشان تستدعي الميثود دي او تقدر تتعامل معاها في كلاس تانية، لازم تيجي هنا اهو تسبقها بكلمة public، تسبقها بكلمة مين، public، تسبقها بكلمة مين، public. يبقى انا هنا عشان اتعامل مع الميثود، عشان اتعامل مع الميثود بره، لازم اعرفها مين، بابليك. وايه الفرق بين بابليك وبرايفت، وفي حاجه تانية ولا لا، بروتكتد والكلام ده، اه هنعرفها بس مش موضوعنا دلوقتي، هنتعرفها ان شاء الله في ماده تانية اللي هي الاو او بي. تمام. طيب يبقى احنا كده لو جيت عرفتها، غيرتها بابليك وجيت عملت السي دوت، ظهر لي مين، ظهر لي الديف، وظهر لي المال، وظهر لي السب، وظهر لي الصم. انا دلوقتي عايز استدعي مين فيهم، عايز استدعي الصم. افتح قوس يطلب منك مين، يقول لك والله انا عشان استخدم الصم او استدعي الصم لازم لي مين، لازم لي فلوت A وفلوت B. بص كده هنا قال لك انا برجع كمان بنوع مين، بنوع فلوت، ابعت لي الصم، ابعت لي نمبر 1، وابعت لي مين، نمبر 2. تمام. استقبلها مين مثلا، استقبلها في فلوت اسمه S. يبقى معنى كده ان انا عملت ايه، انا استخدمت هنا، انا استخدمت هنا، عملت عشان هنا تاني عشان استدعي ميثود داخل كلاس تانيه، يبقى انا بعمل حاجه اسمها اوبجكت. بعمل حاجه اسمها مين، بعمل حاجه اسمها اوبجكت. الاوبجكت بيتعمل ازاي؟ بقول له هنا اسم الكلاس، وادي له اي اسم متغير انا عايزه، ما كنت بعمل انت اكس انت واي والكلام ده كله احنا عارفينه، ادي له اي اسم انت عايزه، واقول له بتساوي نيو واسم الكلاس تاني، وافتح قوس واقفله. ولازم تحت اكون معرف الميثودز بتاعتي بمين، ببابليك. لو انا ما عرفتهاش بابليك يبقى معنى كده برايفت. يعني ايه برايفت؟ ان انا ما اقدرش استخدمها وانا بره الكلاس، وانا مين، وانا بره الكلاس. يعني استخدمها طول ما انا مين، داخل الحدود بتاعتي بتاعت الكلاس، اللي من اول هنا لحد فين، لحد هنا. طب عشان استخدمها بره الكلاس يبقى لازم اقول له كلمه مين، بابليك. تمام. طيب جيت هنا قلت له هنا الاس او السي دوت سم، وبعت له الرقمين بتوعي واستقبلتهم في اس. اقدر دلوقتي اس يا اما اطبعها يا اما استقبلها. طيب اقدر تاني اقول له سي دوت ديف، وابعت له رقم ايه مثلا، ان 1 ومين، وان 2. ينفع؟ اه. استقبلها في مين مثلا، استقبلها في فلوت دي. تمام كده يبقى انا عملت الصم وعملت مين، عملت الديف. اقدر اعمل حاجه تانية؟ اه ممكن تعمل السبستيوشن، تستقبل بقى الحاجه اللي انت عايزها وتطبعها. تمام. تعالى نعمل كده. قال لك استقبل الرقم الاول، قلت له 20، وبعد كده قلت له 5. المفروض ان هو هينفذ مين الاول، المفروض ان هو هينفذ الصم الاول، يرجع لي بالمجموع اللي هو كام، 25 في الاس، ويطبع لي الاس. تمام اهو طبعت 25. طب ليه ما طبع، ليه ما جابليش الناتج ده؟ عشان انت خزنتهم، انت خزنتهم وما استخدمتهمش، يبقى هو هيطبعها لك ازاي؟ يبقى معنى كده ان هو مش هيطبعها. يبقى انا هنا لازم عشان اطبعها او استخدمها اقول له مين، اطبع لي مين، اطبع لي الدي. يبقى انا كده عملت ايه، عملت ازاي، عرفنا يعني ايه الميثودز، يعني ايه الكلاس، عرفنا ايه انواع الميثودز بتاعتي اللي هي void او not void اللي هي return type. تمام. اقدر اعمل كلاس ازاي، اقدر اعمل كلاس داخل النيم سبيس، داخل ولا داخل النيم سبيس، اقدر اعرف عدد لا نهائي من الكلاسات. طب بعرف الكلاس ازاي، اقدر اقول له هنا كلاس وادي له اسم الكلاس. طب جوه الكلاس اقدر اعرف ايه، احنا اتفقنا ان انا اقدر اعرف اول حاجه ال variables. طيب واحنا كنا قلنا هنا ايه الفرق؟ احنا قلنا سيبنا الفرق بين ان انا اعرف له انت اكس هنا بره الميثودز او داخل الكلاس، وان انا اعرفها جوه الميثود. لو انا عرفتها هنا، هنفترض مثلا انا جيت هنا في الكلاس الكالك ديت، عرفت له مثلا هنا اهو سترينج ان، سترينج ان، مش ان ديت متعرفه على مستوى الكلاس، متعرفه على مستوى الكلاس، قال لك اه. فاقدر دلوقتي ان ده هي استخدمها في مين؟ في اي ميثود عندي.
يقدر هنا يشوفها، يقول لي ان بتساوي مثلا احمد، يساوي مثلا هنا احمد، تمام. واقدر اقول له هنا اهو الان، الان بتساوي مثلا ايهاب. ليه؟ او انا طب انا ما عرفتهاش داخل الميثود نفسها، انا ما عرفتهاش ليه؟ انا عرفتها على مستوى مين؟ على مستوى الكلاس. يبقى انا بقول له اي حد داخل الكلاس بتاعتي يقدر يتعامل مع الان. طب فرقت ايه لو انت جيت عرفت هنا سترينج ام، سترينج مين؟ سترينج ام. ام ديت متشافه على مستوى مين؟ على مستوى الكلاس ديت، على مستوى الميثود ديت بس. هل هنا لو انا جيت له في الميثود الثانيه قلت له ام، هل شايف مني الام؟ لا. ليه؟ انا طول ما انا خارج السكوب بتاع الميثود ما اقدرش مين؟ ما اقدرش اتعامل مع المتغيرات اللي جواها. طب امتى اقدر اتعامل معاها؟ هنا وهنا وهنا، لو انا عرفتها على مستوى مين؟ على مستوى الكلاس كلها. على مستوى مين؟ على مستوى الكلاس. يبقى ايه الفرق ان انا اعرف هنا الكلاس اللي هو البارامترز بتاعتي هنا او المتغيرات بتاعتي هنا، وايه الفرق ان انا اعرفها هنا؟ ديت مش متشافه على مستوى الكلاس كلها، انما لو عرفتها هنا يبقى متشافه على مستوى الميثودز ديت بس. يبقى انا عرفت ايه الفرق بين انا اعرف الميثودز او المتغيرات بتاعتي على مستوى الكلاس، وايه الفرق ان انا اعرفهم على مستوى الميثودز. ازاي بعرف كلاس؟ ان انا باجي اقول له هنا اسم الكلاس بتاعتي دوت، وبعد كده ادي له اسم الميثودز، ويقول تاني انا ما عنديش هنا اقواس، ما عنديش هنا اقواس، انا بعرف هنا كلاس وادي له اسم الكلاس، وبعرف له بعد كده اقدر اعرف جوه الميثودز عدد لا نهائي من الكلاسات بتاعتي، عدد لا نهائي منين؟ جوه من الميثودز بتاعتي. طب بعرف ميثودز ازاي؟ بقول له هنا اسم النوع بتاع الحاجه اللي عندي، سواء void او هترجع بحاجه، وبعد كده بدي له اسمها، وهنا بدي له البارامتر اللي هي عايزاها. يعني ايه البارامتر اللي هي عايزاها؟ هل الميثودز اللي اسمها صم دي محتاجه مني حاجه عشان تنفذ الكود بتاعها ولا لا؟ لو محتاجه ببعتها لها هنا، مش محتاجه بفتح لها قوس واقفله زي ما عملنا في داله البرنت فوق. طيب بستدعي الميثودز ازاي؟ استدعي الميثودز، لو انا هنا الميثودز عندي في الاثنين في نفس الكلاس يبقى انا بدي له اسم الكلاس على طول. طيب بدي له مين؟ اسم الكلاس على طول، اسم الميثودز على طول. يبقى هنا لو الاثنين عندي في نفس الكلاس بدي له مين؟ اسم الميثودز على طول، زي ما عملنا في مين؟ في برنت. طب افرض دلوقتي الميثودز اللي انا هستدعيها بره الكلاس اللي انا هستدعي الميثود اللي انا تبع اللي انا هستدعي فيها، قال لك لازم تعمل حاجه اسمها مين؟ تعمل حاجه اسمها اوبجكت. يعني ايه اوبجكت؟ تاخد متغير من نوع الفئه اللي انت هتستخدمها، اللي هي الكالكوليت اللي انت عرفتها. بقول له هنا كالك بتساوي سي مثلا، او سي سي ايا كان، او 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 سي ال ايا كان الحاجه اللي انا عايزها، بتساوي نيو كالك، وبعد كده مين؟ اقول له سي دوت، يظهر لي مين؟ الميثودز اللي انا عاملها او الحاجه اللي انا عاملها في مين؟ في الكلاس. شوف انت الميثود اللي انت عايز تستخدمها مين فيهم، ابعت لها البارامتر بتاعتها، وشوف لو كانت ريتيرن تايب شوف انت هتستقبلها، لازم تستقبلها في مخزن من نوع الريتيرن تايب بتاعها، او هتطبعها على طول. كانت فويد يبقى استدعيها برنت على طول، او الحاجه اللي انت استدعيها على طول هي هتنفذ الكود بتاعها، مش محتاج الريتيرن تايب بتاعها. طب ملحوظه ثانيه، اي ميثودز عندي فيها هنا فويد او مفيش فيها فويد، هنا فيها هنا سترنج، فيها هنا انت، فيها دبل، فيها ديسيمال، فيها فلوت، فيها الكلام ده كله، لازم في نهايه الميثود اقول له كلمه مين؟ اقول له كلمه ريتيرن. في حاله الفويد مفيش عندي كلمه ريتيرن، في حاله الفويد مفيش عندي مين؟ مفيش عندي ريتيرن، في حاله الفويد مفيش عندي ريتيرن. تمام؟ ان شاء الله هنكمل ان شاء الله في السكاشن، او هيتعمل لكم فيديوهات ان شاء الله للتمارين. وزي ما اتفقنا اي حد عنده اسئله يا جماعه يا ريت يرفع على جروب، ان شاء الله هنرد عليه. ولو في حد عنده اسئله في اي جزئيه من المنهج يبعت لنا بس، ان شاء الله هنرد عليه. شكرا.